ضحيه من ضحايا برنامج فرصه على جهه المملكه، على جهه مراكش اسفي. وحنا عدد الضحايا ديالنا على جهه المملكه المغربيه تيتعد ب 3000 ضحيه، وعلى جهه مراكش تيتعد بالمئات. كيف يعقل اننا وصلنا لمرحله التمويل ما تمولناش؟ كيف يعقل اننا في القرن، في هذا القرن هذا وفي سنه 2024 باقي تنصب على الناس وعلى الشباب والشابات؟ كيف يعقل ان المسؤولين علينا في البلاد ما تحقوش في ملفات ديال هذا النصب والاحتيال؟ حنا راه تم النصب علينا والاحتيال من طرف شركه لا سميت اللي تابعه لوزاره السياحه. حنا راه دوزنا جميع المراحل عن جداره واستحقاق، وصلنا لمرحله التمويل وخرجينا الفيش بيفي، وفي الاخير فاش خاص تعيط علينا لا بونك ونسيروا لي كونطرا ديالنا ونمشيو نقابلوا المشاريع ديالنا ونزيدوا بالمدينه ديالنا وبالمنطقه ديالنا لقدام وننتجوا فيها، في الاخير تنكتشفوا باننا حنا هاد الناس ضحكوا علينا وعراونا وخذوا البيانات ديالنا والمعطيات ديالنا، يعلم الله اش داروا بهم. وفي الاخير ولينا ما بقيناش نتعاملوا مع شركات لا سميت، ولينا نتعاملوا مع مافيا. المعطيات ديالنا تيتمسحوا من السيت، في الاخير تتعيط ل 55 44 تيقول لك 55 44 تيقول لك الملف ديالك ترفض. كيفاش الملف ديالي ترفض والحاضنه طلبت مني انني ندير صيغه قانونيه؟ ولا يخفى على الجامع ان الصيغ القانونيه اما تيدير مقاول ولا شركه ولا تعاونيه ولا سلسله تجاري، ولا بغيتي دير هذا الشيء خاصك تبقى تطلع وتهبط وتطلع وتهبط وخاصك مصاريف وتي بلاسمو الى اخره. واستهدفوا واحد العينه ديال الشباب اللي يكون في العوان، الله يحسن العوان. فينكم فين كرئيس الحكومه سي عزيز اخ النوش اللي قلتي بغيت تعطي واحد الدفعه على هاد الشباب؟ راه هاد الحكومه ديالك سي عزيز اخ النوش، احنا اغلبيه ديالنا ما تنعرفو، ماشي متحزبين. ولا سولتيني على اسماء الوزراء ما نعرفوهمش، اسماء رؤساء الاحزاب ما نعرفوهمش، لا سولتيني على اي حاجه في الاحزاب ما تنعرفوش. انا مواطن عادي تقت في الحكومه، تقت في الحكومه، تقت في واحد مشروع حكومي، تفرجت في التلفازه المغربيه قال لك برنامج فرصه، مشيت قاتلت نجحت فيه، عطيت البروجي ديالي نجحت فيه، دزت الاكاديميه نجحت فيها، جاوبت على ما يقرب على 300 سؤال مع الاختبارات والامتحانات نجحت عن شجارة واستحقاق. اتصلت بيا الحاضنه قالت لي برافو نجحتي، برافو، فرحت. مشيت درت شركه، طلعوا باش درت شركه، بعد ما ندير الشركه تنعيط ل 55 44 تيقول لك راه غادي تعيط عليك لابورك. مشيت تواصلت حصلت انا على الفيش بي في ديالي، باش تحصل على فيش بي في واحد بابي انتيغن يعني خرج لك التمويل، ما عندك حتى شي شائبه، ما عندكش المشكل. يعني الفيش بي في تيصادقوا عليه ثلاثه الناس، لابونك اللي غيعطيك التمويل، الحاضنه اللي مواكباك، زائد المنسقة الجهويه ديال الفرصه اللي جيت مراكش اسفي. وفي الاخير تتسنى اليوم غدا اليوم غدا، مشيتي كريتي لوكال، مشيتي بغيتي تنجح البروجي ديالك، بغيتي واحد ديك الدفعه. حنا مقاولين، حنا مقاولين، خاص هاد الناس المسؤولين اللي هما في شركه لا سميت ان المجلس الاعلى للحسابات انه يدخل الجمعيات اللي هما تيكونترولوا المال العام انهم يدخلوا. خاص هاد الشركات لا سميت تفتح معها تحقيق عاجل. حنا جينا اليوم تتم اللقاءات اللي دازوا من قبل، برنامج فرصه برنامج ملكي دارته الدوله تشجيعا للشباب. إذ بذلك كنتفاجئوا بأنه هاد الشباب دوزوا مراحل كثيرة وما تمولوش، ودابا غارقين في مشاكل كثيرة، مشاكل اجتماعية، مشاكل نفسية، ما باقيش عرفناش غادي نديرو. كاين حوالي في جهة مراكش أسفي 240 ضحية تقريبا، وكاين وطنيا أزيد من 1800 ضحية، إن لم نقل 3000. المهم من هادشي كامل كنطالبوا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكنطالبوا وزير الداخليه، وكنطالبوا المجلس الاعلى للحسابات باش يفتحوا تحقيق مع شركه لا سميت مع وزاره السياحه، لانه كاين خروقات كثيره، وحنا مستعدين نعطيو ادله ونعطيو امور اللي كتعلق بالخروقات اللي ارتكبت لا سميت. المشاكل اللي عندنا حاليا هي اننا حنا مشينا دابا كرينا محلات، تفرضت عندنا باش نكريو محلات، وتفرض عندنا باش نديرو صياغه قانونيه، منا مقاول ذاتي، منا شركات، منا بيرسون فيزيك، منا تعاونيات، والاخوان كاملهم دابا راه كلهم غارقين في الديون، غارقين في لاسينيسيس، غارقين في ضرائب. علاش درنا هادشي هذا؟ باش نتمولوا، باش نخدموا مشاريع ديالنا. إذ بينا ما تمولناش،
دابا حنا واحلين غارقين ما باقيش عارفين اش غادي نديروا. حتى لو بغينا نحيدوا هذه الصيغه القانونيه خاصنا نخلصوا عليها باش نعاود نحيدوها. حتى لو بغينا نحيدوا هذه لاسينيسيس لان ما غاديش نستافدوا دابا من 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 جميع المشاريع ديال الدوله اللي هي امو اللي هي. دابا حنا ترفضنا اجتماعيا، حنا اجتماعيا كنحسب روسنا دابا مرفوضين. كتمشي كتمشينا بغينا نسجلوا في البرنامج ديال الدعم الاجتماعي، تيقول لك انت عندك شركه، انت عندك مقاول ذاتي، وحنا ما عندناش دابا حاليا. باش عندنا الورق ما تمولناش، ومن حقنا نتمولوا لانه دزنا لمرحله التمويل، وكاين الضحايا اللي كلهم دازوا لمرحله التمويل خاصهم يتمولوا. المسؤولين ما كيتحاوروش معنا، تحاوروا معنا مره واحده في لاسميت معايا انا شخصيا. تواصلت مع 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 اميمه القباش مديرة ديال فرصة، قالت لنا كاين غادي ندمجوكم في برنامج اخر اللي هو ميني انطلاقه. ميني انطلاقه ما رافضينها رافضا تاما. علاش؟ لانه كاين فرق كبير ما بين ميني انطلاقه وما بين فرصه. قلت لها استاذ الله يجزيك بخير دير معنا حل فرصه، عندنا حنا مشكل ديال فرصه. قالت لك لا فرصه سالات وما يمكنش. هذا مشروع داروا سيدنا على مدى 5 سنوات ويلا داز منه دابا جوج ديال المراحل وتقول لنا سالات. يعني فينا هما الفلوس ديال هاد الناس؟ كنطالبوا من الله سبحانه وتعالى ومن صاحب الجلاله من هاد المنبر هذا يتدخل ويشوف لنا هاد المشكل هذا. ما توصلناش بفلوس. دابا حنا صبنا، حنا درنا، كنقول لك درنا صيغه قانونيه، درنا المقاول الذاتي، حنا من دزنا في لجنه التمويل وقلنا الدوسي عندكم مقاد. هما شرطوا علينا، قال لنا سير 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 كري محل. منا مشينا كرينا محل، مشينا كرينا محل، عاوتاني غرقنا حنا. ما بعد غرقنا في هاد الصيغه القانونيه اللي دايرين كنخلصوا هذاك، عاوتاني تمول الكره. حاليا دابا راه كاين اللي كاري دابا 5 شهور 6 شهور باقي يخلص. حنا كندوي معاك، انا باقي ما طالقش كري، باقي ما طالقش هاد الكره. علاش ما طلقتوش؟ باقي انا طامع في هاد البرنامج منك الراسل دابا المسؤولين، باقي طامع فيه. كنقول لي بغيت الا بغاو يديروا معايا حل وخرجت اللجنه غتلقى ما عنديش هذاك. دابا انا باقي كنخلص في الكره، كنتسلف وباقي كنخلص في الكره. هاد الناس من قالوا لنا الدوسي ديالك، من قالوا لنا الدوسي ديالك، من الدوسي قالوا لنا ديالك راه مقاد وهذاك الشيء، هما اللي عيطوا لنا. عيطوا لنا الناس من المسؤولين على هاد الفرصه. هاد الناس المسؤولين على الفرصه هما اللي عيطوا لنا، قال لنا سير افتح انا دوسي مقاد. ملي كتعطيهم الدوسي كتفتح واحد الكونت في البنك. دابا قال لك حبسوا، قال لك ما بقاش هذا البرنامج. بغينا نعرفوا علاش ما بقاش هذا البرنامج، كان فيه 24 غيتحل في هذا الشهر 2024 في هذا الشهر 2. هاد الناس علاش حبسوا؟ حيت كشفوا الا جاوا هما غيطلقوا هذا البرنامج في 2024 غيقولوا لهم الناس علاش نتوما طلقتوا هذا البرنامج وما ولتوش الناس اللي في 23. تكشفوا هما، راه تكشفوا هاد الناس ولا عندهم التناقض هاد الناس. ودابا من ورا راسنا كيقول لك راه حنا غنزيدوا واحد 200 غنمولوها، حنا غنزيدوا واحد 1700 غنديروها، غندوكم واحد البرنامج. وفينا فلوس برنامج فرصه؟ وفينا هو البرنامج ديال فرصه؟ عطونا حنا البرنامج، ما دوناش شي برنامج اخر اللي فيه مشاكل كثيره.